العالم عالمين هو شعار المهرجان اللي انطلقت فعالياته في مدينة العالمين. فعاليات مهرجان العالمين اللي ما زالت مستمرة، وكان أبرزها المباريات الكرنفالية لبطولة الكرة الشاطئية اللي شهدت رواج وحماس قوي جدا من جانب اللعيبة وأيضا من خلال الجمهور. خلينا نشوف. كرة الطايرة من الألعاب الحلوة والممتعة، لكن حلاوتها أنك تلعبها على البحر وسط الشاطئ والرمل، وده المميز في بطولة كرة الطائرة الشاطئية اللي انطلقت ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة بمشاركة 42 فريق من 32 دولة. الحياة الأجواء مبهجة وجميلة، تعالوا نعيشها مع بعض ونشوف المنظمين واللاعبين هيقولوا إيه عن مدينة السحر والجمال، مدينة العالمين الجديدة. شغل كتير جدا في الأيام اللي فاتت إن احنا نعمل البطولة دي، نجاح كبير جدا من ناس كتير جدا، وهو شايف إن دي خطوة كبيرة وكويسة جدا لمستقبل مصر ومستقبل الفولي بول في مصر. هو ما عندوش معلومات كتيرة جدا عن المهرجان ذات نفسه، لكن هو عارف إن الفولي بول أو البيتش فولي بول بالتخصص إضافة كبيرة جدا للمهرجان، وإن شاء الله تكون إضافة تشرف المهرجان، وهو شايف ان المهرجان ككل حاجه جميله وتشرف ان شاء الله مصر. هو بالنسبه له مصر مكان عظيم ان احنا نعمل فيه بطولات تانية، بطولات اكبر بمشاركات اكتر بناس اكتر، لكن هو برضو عايز يشتغل معنا اكتر، نشوف احنا ممكن نعمل ايه من ناحيه التخطيط ومن ناحيه الاداره والعمليات ان احنا نستضيف ناس اكتر وبطولات اكبر من كده بكتير، فان شاء الله هو ايه عايز يشتغل معنا في المستقبل باذن الله. يا مدينه العالمين، صرح جديد بيشهد على الجمهوريه الجديده لمصر، وبيشهد على النهضه والتطور الاقتصادي والسياحي اللي موجود في البلد، ودي من ضمن استراتيجيات سياده الرئيس ان احنا ننمي المدن الجديده ونعمل اتراكشن للعالم فيها عشان نفتح طرق من الاستثمارات مطلوبه في البلد، واحسن تنميه للاستثمارات هو السياحه. بطوله الشواطئ زي ما قلت لحضرتك، احنا عندنا 120 لاعب من مختلف دول العالم. احنا بنتابع طبعا السوشيال ميديا بتاعتهم، لو شفت الصور اللي نازلينها من زرقة البحر وجماله ونظافته والاجواء الموجوده في مهرجان العالمين، فعلا بجد حاجه فخر لكل المصريين. النهارده بدات فعاليات الكواليفيكيشن او التصفيات المؤهله للدور الرئيسي للبطوله بمشاركه عدد كبير من فرق السيدات وفرق الرجال، بيتنافسوا ليوم واحد بنظام النوك اوت او السنجل اليمينيشن، نظام كاس يعني، اللي بيخسر بيطلع. الناس مستمتعه جدا بالاجواء، شويه درجه الحراره عاليه بس الاتموسفير بتاع المكان هايل، اللوكيشن قوي جدا، خدمات متوفره، في متعه، في منافسه لاعلى مستويات، لان الكواليفيكيشن طول عمرها في اللعبه بتاعتنا بتكون قويه جدا جدا، لان اللي بيخسر بيطلع، فهو بيفايت لحد اخر نفس علشان يشارك في الجدول الرئيسي للبطوله. ما شاء الله في فرق مشاركه زينه هنا، ونتشرف اول مره نجي احنا في العالمين، وهي فرصه اكثر جيده ان الاتحاد المصري قام يتوجه على لعبه كره الطائره الشاطئيه من بعد الصالات. عايز اعرف بقى، هل اللعب على الرمله بقى وفي وسط الشواطئ والاجواء دي ليه طابع مختلف؟ صحيح، لها نظام مختلف، لها اجواء مختلفه، لها لعيبه مختلفه، لها تكنيك وطريقه لعب مختلفه. رأيك بقى في مدينة العالمين الجديدة من أول ما جيت كده واللي شفته لحد دلوقتي؟ صراحة أنا جاي الحين صار لي يومين، صراحة ما توقعت اسكندرية شيء، ما توقعت مدينة العالمين هالشكل. أنا عايش في أجواء أوروبية مش أجواء عربية. ده أول احتكاك دولي ورسمي لفرق كتير، فلسه بنكتسب خبرات للمستقبل إن شاء الله، فيعني بنحاول نلعب على الأداء أكتر من النتيجة. قول لي بقى رأيك في مدينة العالمين الجديدة وإن بطولة الفولي بول تكون موجودة في فعاليات مهرجان العالمين. بص، طبعا هو كل الاجواء ممتازه جدا لحدث زي ده، لان بجد يعني فنادق على اعلى مستوى، الشواطئ نفسها ممتازه جدا بالنسبه لاستضافه الاعداد دي. بصراحه هي حاجه يعني كويسه جدا واختيار موفق جدا ان البطوله تتعمل في العالمين، يعني حاجه فعلا بتمثل مصر. يعني اكتر حاجه عجباكي هنا في مدينه؟
كل حاجة عجباني هنا في مدينة العالمين، كل حاجة بصراحة، بحر ورملة يعني. It's really nice here. It's everyone is so friendly. فرحان جدا ان هو هنا، كل حد كان طيب جدا ليه ومرحب جدا ليه من اول ما جم، وهو مبسوط جدا ان هو معنا في البطوله. كان نفسهم طبعا ان هم يكسبوا ماتشهم ضد منتخب التشيك، لكن هم كانوا بيلعبوا احسن في الحر وعرفوا ان هم يستحملوا درجه الحر اكتر منهم. لكن الملاعب مستواها عالي جدا وزي مستوى الملاعب بره، وبالنسبه له كان ماتش كويس جدا. كان نفسه طبعا ان هو يكسب لكن ما توفقش مره. هو من اللي هو شافه المدينه جميله جدا، وكان نفسه في الفتره الجايه ان هو يشوف اكتر منها ويستمتع بيها اكتر واكتر، لكن من اللي هو شافه المدينه جميله جدا جدا. Thank you for everything here. البطوله دي في اماكن كتيره جدا في مصر، التنظيم كان كويس جدا، وهو فرحان جدا ان هو معانا ومبسوط بكل حاجه هو شافها. فرحان جدا جدا ان هو لعب هنا، وفرحان ان هو كسب الماتشين بتوعه، ان هو دخل المرحله الثانيه في البطوله، وان شاء الله يتوفق في المراحل الجايه ويوصل لمركز عالي ان شاء الله. اول واهم حاجه بالنسبه له البحر عظيم في مدينه العالمين، وهو مبسوط جدا من حاجه زي كده، والناس كلها مبتسمه وبتضحك في وشه، وكل حد طيب وبيضيفه بطريقه كويسه، وهو مبسوط جدا من كل حاجه شافها من المكان ومن الناس.